كتير حساس كتير ستريس ركض براكت حمل سائل تنس وجع راس ضغط الضغط ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت بتروح تعي تشرب كيس بتحط الفوقك والتحت بوع الصبح معجوق عم بتفركش بغراضي عشغلي لازم سوق في عشقة مثل العادة عخر بوصل محبوط حمياني الفواتير تا انسى هالهموم ما قالي غير كوميكاتور صاحبتي مش قبلاني خير ما تلبس فرور والتنورة وجزديني على لون الشسير فضت لي كل جيبي حتى تلبس سنياتور ضحك منا حرزاني وحضار الكوميكاتور انا امي قالت لي المستقبل اهم شي عم بفلح مثل السطلي وما عم يدفعوا لي شي ايه والله يا سطلي قد ما صعب الحياة من تعب ولا في ريديو ما بتغر من البيت بس يبلش كوميكاتور وينك يا زلمة من بنون؟ واصل واصل لعندك يلا ديو كيفك؟ تمام؟ ايش الحال؟ قرب قرب شو الصف الحلو؟ شو أخبارك؟ الحمد لله نواف مش سألك قد الدنيا أنا والله أنا كمان منيح اللي ثاقبت هيك بالصف تشفناك يعني ايه يا خيي أنا قلت نهار شمس هيك ونهار حلو بنزل ايه بعمل غطة ايه معنا كمان اليوم ما في شيء هيك مثاقبة إنه اليوم ما في شغل يعني فبنزل كمان هيك بقضي النهار بركلج شوي بتعرف يعني شو اخبارك اهلك كيفهم كتر خير الله منيح منيح الحمد لله رواق مشالك قد الدنيا انا والله حبيبي نحن بالاكثر شوب كثير كثير تنقت كثير انا كمان بس مبسوط بالشمسات ايه. كل الجمعه مكتب ما مكتب ايه. كذا ما عم نشوف ريلاكس حلو الريلاكس كثير ايه ايه ايه. ليك ابو زريش سؤال ليك البحر شو كبير ايه. انا بحبك حبيبي ابو زريش ليك بدي اسالك سؤال ليك كيف شغلك منيح الحمد لله الله ايه شوب كثير شوب كثير ليك بدي اسالك سؤال ليك العيلة كيف منيحة الحمد لله منيحة كثير ايه كلمني عليهم كثير وصل بيوصل حبيبي ليك بدي اسالك سؤال قول هون يعني بكل هالشط ما في دكانة هون بهيدا المشروع ليك هيدا المشروع ادارته جديدة هلا ايه ايه فا تيكونوا ظبطوا ورجلجوا تيرجع يفتح كان في كافيتيريا السنة الماضية لغوة لغيوة لغيوة ايه اوف ليك شو ناقصك شو بتقطع قلبي على نقطة مي آه. نشف ريقي نشف جسمي ليك ايه؟ 3 كيلومتر انت ما معك سيارة 3 كيلومتر مشي ايه سلى هلا هيك تمشى على يمينك على الطريق ابو جراج معش بوصل نشف جسمي اذا بصير لي اشرب من مية البحر ما بقول لا لك يلا شكل لك شكي ما دام هيك مش قادر فقلت انت معك قنينة مي بلكي بتشربني ايه؟ منها بس لكنت وصلت على شي كافيتيريا والله يا ريت بس ما بقدر صراحة ليش؟ ليك هيدي القنينة لإلي ولرفيق اللي عم بيسبح هونيك شفته؟ ايه فا نص بالنص انا وياه ما فينيش اتصرف فيها لحالي طب شربني من النص يلي إلك ما انا النص التبعي والنص التحتاني نص يلي إلك تحت؟ ايه تحت فصعب ما في خزنة روح تمشى شربت 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 جيبوا له مي يا عالم جيبوا له مي قوم شربت شربت هدف 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 يا عالم ماي كوميكاتور كوميكاتور هاي حبيبي هاي حياتي شبا؟ شبا انت؟ منيح جود شوفك من هونيك لك شي ربع ساعة هيك على هالحالة ايه شو بنت؟ ما رح تنزلي بالمي؟ لا حياتي هلا بعد شوي بنزل ما عبالي حياتي انتي رح تتخلصي من هالعقدة والخوف من المي حبيبي اي عقدة منهم انا ما مني معقدة من المي بس ما عبالي انزل حبيبي اذا ما بتعرفي تسبحي عادي مش شي غلط بس لازم تبلشي لازم تحاولي لازم تتغلبي على مخاوفك ما انا حدك
يا حبيبي بعرف انك حدي وانا مش خايفه من المي، انه هلا بنزل عادي يعني مش حبيبي. حبيبي انا نمبر 1 سباحه بلبنان، انت بتعرفي اذا صار ما صار معك ماكسيمم بلقطلك ايدك وبشيلك، خلينا نروح انا وينك روحه رجع بتلقطي بكتافي ماكسيمم. يا حياتي انه انا شو بيك عادي فيني انزل بالمي واتسبح ونورمال، ما عم بفهم ليه عم تعمل قصه من الموضوع. عادي انزلي لك يا ايه بنزل عادي بنزل زينا. ايش حلو. ايه والله لحالك كمان، برافو 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 عن جد، نهار حلو ومي حلوه ورائعه كثير بتحب المي. ليك قلبي كيف واقفه؟ شو كيف واقفه؟ نحن بالغمية وانا اطول منك درجة ب 10 سم، كيف واقفه وانا قاعد عم بسبح رح موت؟ حبيبي اكيد واقفه، شو بك ما انا لابسه الكعب. لابسه الكعب بقلب المي؟ اكيد لابس الكعب بقلب الماي. عن جد عم تحكي؟ لك اكيد يلا شو بدي انزل؟ هلا فتح بدي انزل انا بالبسين بلا كعب بفرسيجي، شو بعمل فيه تخيل؟ كعب بقلب البسين؟ حبيبي اكيد لابس الكعب، ليك هذا اكيد بيخليني اوقف عادي نورمال. هلا انا واقفه اعطيني فرده عرفت؟ يعني عاد في ضلني ساكته. هذا كعب خصوصا للغطسة. لا حبيبي هذا الكعب رح تضل الشيب مبين بالبسين عرفت؟ هذا كعب للخبيط، هذا كعب للخبيط. مرحبا مشاهدينا، مثل ما بتعرفوا صيف لبنان دائما ولعان، وعم بيكون ولعان سنة عن سنة أكثر وأكثر، ولكن السنة الوضع الاقتصادي أكيد السيء اللي هو دائما موجود عم بيكون بعد أسوأ، والأسوأ من هيك هو أنه عم بيصير في شكوى وعم بيصير في غلا منه طبيعي على الدخولية بالمشاريع السياحية الصيفية. شيء منه طبيعي، يعني شيء منه مقبول، المواطن منه عم بيقدر يدفع ولو نهار بحر، ما عم بيقدر ياخد عائلته مرته وولاده لحتى يروح ياخدهم نهار واحد على البحر، يعني في شيء منه طبيعي عم بيصير. وأنا بهمني اليوم أخذ رأي المواطنين اللي هن موجودين معنا على البحر لشوف شو رأيهم بالموضوع، شو الشكوى اللي بدهم يقولوها، كيف بدنا نصلح هذا الموضوع، وشو اللي عم بيصير مزبوط. ليك خلينا نشوف الاستاذ نسأله. يلا مرحبا استاذ. اهلا استاذ، نحن عم نعمل ريبورتاج وفي موضوع كتير مهم عم نحكي فيه، بهمنا اخذ رأيك بالموضوع إذا بتريد. أول شيء أنا هودي الحكي التلفزيوني وطق الحنك والحكي أنا ما بحبه، إذا بتريد ما في. لحظة استاذ، نحن ما عم نطق حنك، عم نحكي عن الغلا الموجود بالبلد، يعني في شيء غلا مش طبيعي. إذا بتريد، إذا ما أعطيتك الأوكي ما فيك تسألي من الأساس، خلينا نبلش صح. طيب بس لحظة، أنا حابة آخذ رأيك بالموضوع، أنت اليوم مواطن قاعد على البحر. أوكي هلا صار فيك تبلشي يلا. أوكي. حضرتك أنت اليوم مواطن قاعد على البحر، عم بتقضي نهار على البحر، قديه هالمشوار عم بتحسه أنه مكلف؟ يعني نحن اليوم عم نحكي عن الغلا المنه طبيعي اللي موجود بلبنان. خلص وصل السؤال. أول شيء اليوم الواحد إذا معاشه 800 دولار ما بقى فيه يفوت على بحر بلبنان، خلينا نكون واعيين، إذا عنده عائلة أربع أشخاص غير هو يعني خمس أشخاص صار عم بيتك نيفته، إذا معاشه 800 دولار ما بيقدر يفوت على بحر من لبنان، لأنه هودي ملاك الشط بلبنان، ملاك البحورة، عم بينصبونا، عم بيمصوا دمنا صاروا، أقل مشوار بحر أنت وعائلتك نهار أحد قد إيه بكلف مفكرة؟ تحت الـ 400 دولار فشر. تحت ال 400 دولار فشر، نحن ما بنقبلها، لانه نحن صار عم بيشرجك اكل، صار عم بيشرجك شرب، صار الشمسيه 10 دولار على الشخص، ليه؟ ليه الظلم؟ ليه؟ صار المطله اللي بتنام عليه اللي بتتشلقى حاله صار اجاره 10 دولار، ليه؟ انه كانه الانسان ما بقى فيه مرطس بالمي، كانه البحر لبيه، يعني مش عم بفهم، في غلا مش طبيعي، وين العالم ما بتصور على الوضع؟ ليش العالم خواريف؟ ليش العالم عم تاكل عشب؟ ومش عم تعرف تتسبح، ليش العالم ولك انتم فيكم تتسبحوا ببلاش؟ يا مسيو لا اذا بتريد في غلا مش طبيعي، وين اليوان؟ اليوان وين؟ في مسيو بس دقيقة بس لحظة شوي، إذا بتعمل معروف بس بدي أفهم مزبوط أنا الموضوع على الرواق، أوكي؟ حضرتك أنت اليوم قاعد على البحر، قد إيه كلفك أنت اليوم، قد إيه مكلفتك دخولية البحر لتكون موجود اليوم؟ ولا شيء. كيف يعني ولا شيء؟ يعني أنت حضرتك معزوم اليوم على البحر، منك دافع؟ هذا هي هي؟ لا نحن ملاك من الـ 94 هون بالمنتجع، عندنا أربع شاليات. بس انا عم بحكي اون جنرال لانه الصيانه عندنا صارت بدل 800 دولار صارت الصيانه 803، خليني احكي بدل 800 دولار صاروا عم يدفعونا صيانه 830 دولار. نحن منا خواريف، نحن عارفين لعبتكم، نحن عارفين انتم مين اصلا، انه هلا حضرتك صار لك ساعه بتنعي وبتشارع وحضرتك طلعت من ليك هون، ما فهمت كيف يعني؟ هيدا موضوع شأني انت ما خصك فيه، لا انت ولا كاميرتك، وقف التصوير وقف التصوير. كوميكاتور كوميكاتور
مسيو شيرفيل، هيدي كلها هون رح تكون محطوطة طاولات هون لأهل العروس وهون أهل العريس. أوكي. كله رح يتزين، رح يكون على ذوقك، ما تعطى الهم. أوكي. أوكي. حط إيدك بمي باردة، رح يكون شيء كتير حلو. والورود وكل هودي القصص رح يكونوا محطوطين بشكل كتير مرتب على نص الطاولة. الله يرضى عليك يعني مسيو جورج، بتعرف أنت ليلة عرسي هيدي. مزبوط. ويعني أنا دلوني عليك كتير عالم. ما تعطى. إنك بتبيض الوجه. أكيد. أوكي. أهم شيء مثل ما اتفقنا المعازيم يكونوا مقصمين، ما بدي حدا ينزعج. اوكي. وبالنسبه للزينه والورد وهولي كله انت رح تتكفلوا معي؟ اكيد انا بتكفل فيه، حتى الشبيبه تبع الكيترينج هون كله ايه كله بيجي، السيرفيس رح يكون أوكي. على ذوقك، ما حدا رح ينقصوا شيء، ما تعطي الهم. عظيم. دقائق زاد يعني مع الزفه مع كل شيء. معلوم معلوم. طيب. زفه على فكره بدل 10 نزل لك 20، وهيدي فرقه روسيه يعني عندهم شغل. طيب. عندهم شغل كل يوم بمحل، بس قلت لهم بتكنسلوا، في عندي عرض ضروري بسنط. ايه لا شو انا بدي اقعد استرخص وجيب لك من هون ولاقوط لك من هون. طيب. خلص ما تعطينا هذا الشغل نظيف، بده شغله. ليك ليك هيدي أوكي. كلها هيدي كلها هون بدها تركب الزينه بوكي. أوكي. على كل طاوله. أوكي. والشباب والصبايا نغل هيك بيكونوا بين الطاولات. مسيو جورج انا والعروس خلينا هون نكون. اوكي. يعني نحن بنقشع المعازيم طبعا، يعني بيرقصوا لنا من تحت، نحن بنرقصهم من هون، ما بدي انه ننزل ونطلع. ما تعطينا هاي بنثبت لك اياها بشكل عزم. افضل كمان هيك. أوكي. بتامن انه بتطمن بالك. طيب وبالنسبه للبيجي شو بدك مني هلا؟ ليك هلا بنروح وما تعطي الهم بعد العرس. نحكي بعد العرس. خلص معلق انت اليوم مقدم نهارك هون. نازل هلا بعد شوي اصبح عامل لك غطسه. أوكي. روح وبعد العرس شو بيفضل معك مصاري، ما تعطي الهم. كلك زو مسيو جورج. يا اهلا وسهلا. يلا بنشوفك نحن. ان الله راضي. باي باي. موفق باي. موفق باي. ومبروك سلف. ميرسي. وصول مسيو جورج. مسيو شربل عريسنا شيخ الشباب. تسلم. تسلم. شيخ الشباب عريسنا. مبروك كلك ذوق يا حبيبي القلب. نفرح منك، تفرح من اللي عايزين يا رب. ميرسي ميرسي ميرسي. كلك ذوق مسيو جورج. بالحقيقه انا جاي اقول لك عن جد ثانك يو على كل شيء عملته معي ليله عرسي. يعني وجبتنا وجبتنا كل العالم انبسطت، كله عزاء، كله ما بقى حدا ما قال لي شربل مش معقول بدنا نعمل لعرسنا مطرح ما انت عملت عرسك. خي خي كل شيء من الزفه للاكل للشرب للرقص لكل شيء، كله كان كل الفيدباك كان بوزيتيف. مسيو شربل انا ما بغشك. بعرف بعرف الحمد لله. وما تخزني انا تاخرت عليك لحد شهر العسل، هلا رجعت. كيف كان؟ الحمد لله عال عال. انا ومدامتي وهلا يلا انا نجي الوقت الجاد. شو بدك مني مصاري؟ اعمل لي كل الحسابات تنتحسب انا وياك. تكرم عينك. اوكي. رح اخذ منك على قد جمال العروس. على قد جمال العروس. بدك شوف اذا حامل زياده. لا 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 طول بالك. بدك مني 10 مليون وهيدا اول مليون. كل اول شهر مرقصه وبعلى 9 اشهر بعد هيدا الشهر. ايه موفق موفق موفق. كلك ذوق. يسلم. يعني اذا بتقولي لي شو احلى شيء عندك بقول لك نهار ثلاثه ورخوي على البحر بتعقل. على الجازونات بعز دين الصيفيه ونحن مبوردين بالفيت. ايه ولا بتعقد مع انه بتعرف شو حياتي؟ شو يا قلبي؟ امبارح كنت كثير كثير معصبه ما بعرف ليه، كل النهار ما بعرف كيف خفيت، ما بعرف كيف نمت امبارح. انت امبارح نمتي على وجهك. طب انا اكثر واحد حسيت عليكي، يعني كل ليل عم بتشنخري من مناخيرك. بس الحلو فيك انه رغم تشنخورك انت مبسوطه وعم تضحكي هيك. امبارح حلمت حلم حياتي. شو بدي اقول لك؟ من اجمل احلام بحلمهم. والله شو حلمتي؟ شو كان حلو؟ حزار وين كنت؟ بالحلم. وين هون؟ لا حياتي بالحلم. كنت بشي عند امك؟ عم تتغدوا؟ نو. كنت عند اهلك؟ نو. كنت مع اخواتك؟ نو. مع اصحابك النسوان عم بتلاقوا بشي كافيه؟ شو؟ حياتي كانت بهوليوود بالحلم. اوف اوف كنت بهوليوود وحزار بمين التقيت؟ بهوليوود؟ سيلفستر سالون. ارنولد شوارزنيجر. نو. جيم كاري. نو. بمين التقيت؟ التقيت بجورج كلوني. يا شو كان حلو. بدك خبرك شو عملنا بالحلم؟ ايه شو عملته بالحلم؟ حياتي بس شفته لجورج طلع فيي غش فيي ماكسيموم انهبل انهبل. ايه انهبل فيي. ايه وهيك بعدين ركض 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 لعندي وغمرني وعبطني بحنينه وانا كنت كثير معصبه وهو هيك حن علي وغمرك وبعدين صرنا نظهر مع بعض ونغرم فيي
ورجعنا بعدين قررنا انه نتجوز وتجوزنا بالحلم. يا شو كان حلو. ومرته حياتي مرته تركها لأمل عالم الدين تركها وتجوزني لإلي. والله حلو كثير حلو. ورجعنا رحنا شهر عسل على الكاريب رحنا. ياي لو برجع على الحلم تبع امبارح. يلا ان شاء الله بتتهنوا. انا كمان حلمت حلم حلو امبارح. عن جد؟ والله شو حلمت؟ بتعرفي لا شانتال كنت مغروم فيها من انا وصغير. حلمت شانتال حلمت انه بنت جيراننا. حلمت انه تجوزنا انا وياها. انه تجوزت شانتال؟ ايه. ليه ما حلمت انه تجوزتني لإلي؟ لإلك؟ ايه. انا كنت رايح لأتجوزك بس قالوا لي بعدك متجوزه انت وجورج كلوني كرمال هيك. اه ايه مزبوط. ايه جورج كلوني كتير حلو. كوميكاتور كوميكاتور هاي. شو معلم وفيق؟ لا معلم شفيق. شو عم تعمل؟ عم فق بزر. ايه شو شايفنا عم بعمل؟ عم شيل اوزان. هلا انت اللي عم بتشيل اوزان؟ اكيد حبيبي. انت شيل حالك قبل ما تشيل اوزان. شيل الاوزان خلق المعلم شفيق وبس. حبيبي عم شيل اوزان وعم بمرن عضلاتي. ليش انت بتعرف بشيل الاوزان؟ انا بلوي المنجل بايدي. اي عضلات يا حبيبي؟ ما بتطلع كفني لبن. انا شيل الاوزان والعضلات عندي انا حبيبي. ليش انت من امتى بتعرف تشيل اوزان؟ هلا هي وقفت على الاوزان؟ استقدامي الاوزان عواميد بعلبك. مين اللي صفصفهم حد بعضهم؟ مين؟ انا. عجل عم تحكي؟ ايه. جسر جل الديب. شو بو؟ بتعرفوا على جسر جل الديب؟ ايه بعرفوا لجسر. إيه انا اللي شلته وزحته على جنب. شو عم تحكي؟ البلدية طلبت مني. برج ايفل تبع فرنسا. شو بو؟ هذا كان مكبوب بجنود فرنسا هونيك. انا بايد وحده شلته وسقطته بنص باريس. برج العرب بدبي. شو بو؟ ما كان قالوا انا زبطته. ايه برج بيزا بايطاليا كان جالس انا الوقته نفخت عليه لوق. ايه هيش تلوق هيش احسن ما الوق لك رقبتك هلا. ايه هيش لوين رايح؟ لحظه رايح عندي مهمه. شو هي؟ دقوا لي تشك وشيل سفينه التايتانيك من البحر. ايه ما بتعذب حبيبي لانه شلتها قبلك. بدك شيء؟ عمو طرقني في هيدا. حياتي بدك زيت؟ شو؟ بدك زيت؟ لا لا حطلك شوي قلبي انت وهالزيوت اللي بتجيبيهم زيت جزر وبعرف شو بحس حالي بقلب جاز خضرة. حبيبي الشمس كتير قوية بتعقد. تعرف هلا احسن وقت حط فيه زيت ولا بتاخد لون كتير حلو؟ اسمع مني حبيبي ما بدي حط زيت. حطي انت وانا ماشي حالي. هلا بسمر بعد شوي بجيب لي شمسيه لانه بلشت صف. شمسيه؟ ايه. طفل انت خسران. بلشت صف؟ عن جد كثير منيح هيدا بتاخد لون جزر بقعد. شوب شوب حريم اليوم. حطي قد ما بدك بس انا شوب ليكي. طيب صاير اسود. طفل. حطي قد ما بدك. الشوبات عن جد ما بينطاق بقى. حياتي شو عاملة؟ شو في؟ نسيت لشي محل؟ قليل بيبي بزيت شوي؟ قنينة الزيت؟ وين كاين مرتصة بالزيتات يعني وجاي؟ حبيبي ما بدي اخد لون، ليك بعدني بيضة لا. شايفي حالك؟ كأنك بسي. قليل هول هلا برجع. في صهريج زيت فض عليكي أو شي؟ يا حبيبي ليه في صهريج زيت؟ ما عم بفهم إنه كيف واحد بيعمل برونزاج؟ ليك شوف لي بشرفك نسيت لشي محل ما بدي دخيلك بطلع مبرقحة. اعطيني خمس دقايق وبجي. خمس دقايق؟ خليك هيك خمس دقايق جاي. اوكي. والله اطيب بطاطا مقليه لتاكلي من ايدي على الفخاد هون بيتحمص اكثر. لك شو عم تعمل؟ العمى بقلبك انت والبطاطا جاي وسقه فراريج هلا انطري.
كوميكاتور. كوميكاتور كوميكاتور. شو مسيو شو مدام طمنوني. هلا شوف هو كاشالي يعني نسبة كاشالي على البيسين حلو، الواحد ما في يحكي عليه كلمة يعني، عرفت؟ لا لا مسيو لا ما تغلط، انت ما تشوف بس البيسين، أول شغلة ليك المساحة، عندك البيسين هون ونحن السيرفيس 24/7 يعني عرفت كيف، ما بتعطل هم شيء، بدق على الصفر دغري بيجوا لعندك، ما تنسى إنه في عندك البحر، أوكي؟ في عندك ملعب التنس، في عندك الباسكتبول، هون كل ليلة جمعة سبت بيجي دي جي بيلعب، بيجي فنان بيجي عندك انترتينمنت شيء رهيب يعني. وما تنسى انه بمساحته ما تاخذني يعني 150 متر مربع شاليه كشاليه، انت عم تحكي ب 100 دولار يعني ما بقى حدا يحلم فيها، وبنص الكاسليك. بعدين ما تنسى انه شركه كهرباء حدك يعني ما في قطعه كهرباء، وانت بتصير على كتف وادي يعني برود، ونسي شوب بيروت وعجقه بيروت يعني اللي قاعد ببيروت هيك وبده الصرف يعني ويطلع على الجبل، انت بتطرق شكه بالبحر وانسى. بعدين النهر نازل عندك ينابيع من هون بصبوا بالبحر يعني ما في عندك قطعه مي، شو بدك احلى من هيك؟ وما تاخذني يعني في عندك الصيانه السنويه ما بتكلفك شيء يعني ابو 10000 دولار بالسنه انجا. طيب هلا لب الموضوع، انا بقط النوم ما شفت بريز كهرباء ولا انا. كيف مسيو مبلا في عندك التخت، هذا التخت هون عملت اليمين من التخت، في عندك بريز بالحيط ولو لا بريز واحد بس، انه بريز واحد شو بدك اكثر من لا بريز لا. لحظه روق شوي سميه، اذا انا نايم استاذ عملت اليمين افتراضا وبدي شارج تليفوني بتشارجه اوكي، ومرتي بدها تشارج شو بنعمل؟ اه لا هيك فيها تشارجه بالصالون ما بعرف. لا ما فيها تشارج. لحظه شو انا بدي اشارج تليفوني بالصالون؟ لا حبيبي انا بدي البريز يكون حتى اختي. يا سميه روقي شوي، هيدي يا حبيب القلب بصير في حاله طلاق من وراها، ما بيمشي الحال. شو بدي انا بالبسين وشو بدي خي سكروا بلطوا للبسين الغي الملاعب خي شلي عواميد الزوق وحط لي بريز ثاني كهرباء خي بالاوضه، بس يصير في بريز ثاني كهرباء بالاوضه ده اللي انا بجي بشتري منيح. يلا تشرفنا هم مشي سميه. مش معقول في تقصير؟ بريز معقول بنعمله بلا دوريز كوميكاتور كوميكاتور. بونجور دوموزيل. هاي كيفك؟ تمام ماشي الحال؟ معك حدا؟ لا يقعد حد دقيقة بس. اوكي ثانك يو. قوية الشمس اليوم. ايه كتير شوف. ايه الصراحة كنت جاي من هونيك و بهدلك. ايه كنت عم بتطلع فيكي وهيك وبدي اطلب منك طلب، بس هيك صراحة مخجول منك شوي. سوري بس انه بين كل البنات يلي على البحر جيت تطلب مني انا؟ صراحة انا كثير بحب البنت اللي هيك شعرها قصير يعني ستيل شعراتك. يعني اذا في بنت تانية على البحر شعرها قصير كنت رحت لعندها. لا ما خليني كفيلك كمان. البنت اللي حجبها هيك بيكونوا ما كثير مبينين على اليونات، بس انه هيك بيكونوا هيك. ايه كثير بموت فيهم. احلى شيء هيدا النوع اللي حجبها. يعني اذا في بنت تانية على البحر حجبها مثل حجبها حتروح لعندها؟ لا ما بدي كفيلك كمان. بعد في المنخور. إيه؟ سبحان الله مرسوم رسم منخورك هذا هيك، مش المنخور الدافش لقدام. ايه هذا النوع اللي بنحكي. ايه انا كثير بحبه. ايه يعني اذا في بنت تانية على البحر منخوره مثلي كمان كنت حتروح لعندها؟ خليني كفي. ليش عم تخليني كفي؟ والتم، التم اللي بيكون ناعم سامبل، حلو التم يكون سامبل، ليش تكون منفخ كمان كثير بحبه هذا النوع يعني. لحظه سوري. ايه يعني اذا في بنت على البحر شعرها قصير وحوجبها مثل ما عم بتقول مثل حواجبي ومنخوره مثلي وتمها مثلي وقاعده على بعد كيلومتر كنت حتروح لعندها؟ لا هيدي اكيد لا. ليه لا؟ لانه بعيد كيلومتر ما راح فيي تنتبه لهالشنطه، انا قاعد هون بوجهك بدي اترك الشنطه دقيقه فزعه التواليت اذا في مجال. خلي لي عينك عليا. ثانك يو. يلا جاي دقيقه. كوميكاتور كوميكاتور. هلا معلم. لا نحن مش انه تطفل او شيء يعني، بس انه ليش ليش شو انه ليش لابس هيك على البحر هيدا اللبس؟ ويه
نعم. هذا تياب الشغل. سوري؟ تياب الشغل، مش سامعين عني ومش حاضريني على الفيسبوك على السوشيال ميديا؟ مدير البحر؟ لا. ايه أنا مدير البحر. مدير البحر؟ ايه. حضرتك أنت وياها. خلصوا ضحك بعد معكم نص ساعة وبنسكر، ايه؟ ساعة؟ يلا على بيوت، يا. شاطرين. ولا في شي محل مش لقطته، في شي محل مش حاطه. شو ناقع حالك بالزيت؟ مرتصة بالزيات بالزيتات وبالزيات. بالزيات؟ ليك مرتصة بالزيات. هادي بصير في حالة طلاق من وراها خيي. طلاق مزبوط. اه طلاق. لابس الكعب ونزل فيه على البسين؟ أكيد بلبس الكعب. ليه عم تضحكي؟ ليه عم تضحكي؟ الوضع كتير حساس، كتير ستريس، ركض براكات، حمل سائلة نس، وجع راس، ضغط بضغط، ضل عايش بإفلاس وبتشتغل كل الوقت، بتروح تشرب كيس، بتحط الفوقك والتحت. ايه والله. بوع الصبح معجوق، عم بتفركش بغراضي، عشغلي لازم سوق، في عشقة مثل العادة، عخر بوصل محقون، حمياني البواتير، تا انسى هالهموم ما إلي غير كوميكاتور، صاحبتي مش قبلاني غير ما تلبس فرور، والتندورة وجزداني على لون الشسور، أهم شي فضت لي كل جيبي حتى تلبس سينياتور، ضحك منا حرزانة وحدار الكوميكاتور. أنا أمي قالت للمستقبل أهم شي، عم بفلح مثل السطل وما عم يدفعولي شي. ايه والله يا سطلة. قد ما صعب الحياة منتعب ولا في ريديور، ما بظهر من البيت بس يبلش كوميكاتور كوميكاتور كوميكاتور.